بنتكلم هنا في البداية على المشكلة الاقتصادية اللي بتواجه معظم الاقتصادات العالمية، سواء اقتصادات شرق أوروبا أو أي اقتصاديات. طبعا المشكلة من حيث إن هي عبارة عن تعارض ما بين الحاجات والموارد، باعتبار إن المشكلة ليها 3 أركان مهمين. أول ركن الندرة النسبية للموارد، تاني ركن مشكلة الاختيار أو الأفضلية، ثالث ركن ما يطلق عليه كلمة التضحية أو تكرير الفرصة البديلة. فكان بنتكلم على كيفية إدارة النشاط الاقتصادي داخل أي نظام اقتصادي، من حيث العلاقة ما بين القطاعات داخل النشاط سواء قطاع عائلي أو قطاع أعمال والعلاقة بينهم. الجزء الثالث بنتكلم فيه على تطور المراحل الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري حتى تحول اقتصاد السوق، بداية من التخطيط المركزي ثم اقتصاديات الحبوب والانفتاح الاقتصادي والعودة للتخطيط. آخر حاجة بنتوسع نسبيا في الحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم تطبيقه في مصر في الفترة الأخيرة.